مرحبا بكم. سندرس اليوم كلمة هي اختلاس. من الفعل اختلس يختلس، أي اختطاف الشيء بسرعة وعلى غفلة. والشخص الذي يختلس يسمى مختلس. ما رأيكم ببعض الأمثلة التي توضح المعنى؟ المثال الأول: أرى أنك تختلس النظر يا صديقي. ومعنى تختلس هنا تنظر بشكل خفي. المثال الثاني: حاول اللصوص دخول المتجر خلسة. ومعنى خلسة بصورة خفية. المثال الثالث: قبض على هذا الموظف لأنه اختلس أموال الشركة وفر هارباً. إذن ما الفرق بين الاختلاس والسرقة؟ أولاً، كلاهما جريمة يعاقب عليها القانون. ثانياً، الاختلاس هو جريمة سرقة يرتكبها الموظف المسؤول عن الأموال، فبدلاً من الحفاظ عليها يقوم بسرقتها والاستيلاء عليها. أما السرقة فهي الاستيلاء على أموال شخص آخر دون علمه أو رضاه. شكراً لكم وإلى اللقاء.